الرئيس السيسي يؤكد أن الهدف الأساسي للجهود المصرية هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي. مد فترة التسجيل إلكترونيا لحجز وحدات الإعلان 13 بالإسكان الاجتماعي حتى 25 من يوليو الجاري. وزير الري الإثيوبي يتراجع عن تصريحات بدء ملء خزان سد النهضة. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يعقد تحت شعار مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وقد تناول الاتصال تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات الوضع في ليبيا. وخلال الاتصال استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيها. وفي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي. ومن جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية. وقد تم التوافق بين الرئيسين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتي تستخدم الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة موقف جميع المشروعات التي يتم تنفيذها تحت إطار مبادرة حياة كريمة في المحافظات المختلفة، حيث تسهم هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة لأهالينا بهذه القرى. ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إلى أن أعمال التطوير لقرى محافظة الدقهلية في هذه المرحلة ركزت على قرية أولاد صبورة التابعة لمركز المطرية، حيث تم اعتماد استثمارات بقيمة تقدر ب 16 مليون جنيه. وجاء ذلك استكمالا لسلسلة المتابعات التي بدأها رئيس الوزراء مع وزير التنمية المحلية بشأن جهود المحافظات المختلفة لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف سلط من خلاله الضوء على أداء الجنيه بين عملات الأسواق الناشئة خلال الثلاث سنوات الماضية. وجاء في الفيديو جراف تحسن أداء الجنيه المصري ليصبح أفضل العملات أداء أمام الدولار خلال الفترة من 30 من يونيو 2017 وحتى 30 من يونيو الماضي، وذلك بمعدل 10.8%. وكشف الفيديو جراف أن الاحتياطات الدولية النقد الأجنبي تعاود الارتفاع في يونيو الماضي، وذلك بنسبة 6.1% لتصل إلى 38 مليار و2 من 10 من المليار دولار بنهاية يونيو 2020. صرح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بأنه تقرر مد فترة تسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان 13 بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك حتى يوم 25 من يوليو الجاري، استجابة لطلبات عدد كبير ممن اشتروا كراسات الشروط، موضحا أن آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز بعد غد السبت الموافق 18 من شهر يوليو الجاري.
تراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سولشي بيكيلي عن تصريحاته السابقة المتعلقة ببدء ملء خزان سد النهضة، وقال في تصريحات نقلها عنه التلفزيون الإثيوبي: نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي والذي تناول بدء ملء سد النهضة الكذب. ختاما كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار، إلى اللقاء.